أهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من برنامج حقائق ورقائق لتصحيح المفاهيم وترقيق القلوب. هيكون معنا بإذن الله فضيلة الإمام الدكتور محمد عبد ربه إمام وخطيب وزارة الأوقاف للإجابة على أسئلة الحلقات. وسؤال حلقة النهاردة: هل تجديد الخطاب الديني يعني إنكار السنة النبوية الشريفة؟ وكيف نرد على ذلك الفكر؟ الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين. وبعد، معالي الدكتور، بمناسبة الإجابة على هذا السؤال المهم ألا وهو المقصود بإنكار السنة النبوية، نقول إن هذا السؤال هو سؤال قديم حديث يظهر على السطح بين الحين والآخر، ولأن المقام لا يتسع إلى الإجابة عن هذا السؤال بصورة مفصلة وبشرح واف، نقول وبالله التوفيق سيفاجأ السادة المشاهدون بما نقوله الآن، ألا وهو أن منكر السنة هم أبلغ دليل على صدق السنة. كيف ذلك؟ نحيل حضراتكم على قول الله عز وجل في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذه الآية أنزلها رب العالمين تبارك وتعالى على نبيه قبل أن يأمره بتحويل القبلة. يا محمد، عندما تحول القبلة سيقول السفهاء كذا وكذا وكذا وكذا. لو كان عند هؤلاء السفهاء عقل وبعد أن أمر ربنا النبي بتحويل القبلة سكتوا ولم يتكلموا، لكان سكوتهم أبلغ دليل على كذب القرآن الكريم، ولكن لأن الله أعمى بصائرهم وبصيرتهم نطقوا بما تنبأ به القرآن، فدللوا بذلك على صدق القرآن وما تنبأ به رب العالمين. كذلك السنة، إذا أردنا أن نسقط هذا الأمر على السنة، نجد النبي في صحيح الإمام مسلم يعلمنا ويقول: يوشك رجل متكئ على أريكته يحدث بالحديث عني، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما قال رسول الله كما قال الله. هذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي على المسلمين زمان يخرج أناس من بينهم يقولون: لا نعترف إلا بالقرآن وننكر السنة. فلو سكت هؤلاء ولم يقولوا نحن ننكر السنة لكذبوا النبي والسنة فيما تنبأ به النبي وفيما تنبأت به سنته، ولكن إنكارهم للسنة كان أبلغ دليل على صدق السنة وصدق ما تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه واحد. الأمر الآخر، هؤلاء الذين ينكرون السنة، قل لي بالله عليك، أنتم بذلك تريدون أن تسقطوا كثيرا من أركان الإسلام وما يتعلق به من أحكام. بمعنى، الصلاة فرضت إجمالا في القرآن الكريم، من أين أعلم تفصيلات الصلاة؟ عدد الركعات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بينتها السنة ولم تبين في القرآن. من أين أعلم مقدار زكاة المال وزكاة الفطر؟ بينتها السنة ولم تفصل في القرآن الكريم. من أين أعلم أركان الصيام وما يتعلق به من أحكام؟ بينتها السنة ولم يبين القرآن الكريم. من أين أعلم أركان الحج وما يستلزمه من الإحرام ومن السعي ومن الطواف وما يتعلق به من أحكام؟ بينتها السنة. فقولكم نكتفي بالقرآن، أنتم بذلك تريدون أن تسقطوا أكثر من 90% من الأحكام المتعلقة بهذا الدين والعياذ بالله. وللمستمع الكريم أن يعلم أن الغاية ليست هي السنة وحدها، وإنما الغاية هي التسلل إلى القرآن الكريم والانفراد به بعد الإجهاز على السنة المطهرة. هؤلاء بعد ذلك عندما ينفردون بالقرآن سيقولون إن القرآن يناقض العلم الحديث، وإن القرآن فيه قسوة وليست فيه إنسانية، وإن القرآن يخالف المدنيات الحديثة وغيرها من الطراهات التي يتفوهون بها ليل نهار. لخص النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة على هذه الفرية وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أحسنت فضيلتك ونفعنا الله وإياكم والسادة المتابعين دائما بكل الإجابات القائمة اللي حضرتك بتفضل بيها في البرنامج، وإلى أمل في حلقة قادمة.